طبعا اول شيء الانتاج ضعيف جدا، هذا الحمد لله، طبعا هذا امر الله سبحانه وتعالى ما نتعرض عليه. ثاني شيء الاسعار ضعيفة جدا جدا، يعني ما تطلع مصروف اللي حطيناه سبحان الله. انا واحد فضل الله طشيت شيء 170 دونم 172 دونم، جابت 50 شوال والحمد لله. طبعا انتاج ضعيف بالمرة، وفوق الامر هذا تسعيرة ما في خالص، يعني الحنطة اقل شيء لازم على اسعار الجوار، لا اقل شيء يفعلون لنا انه على اسعار الجوار، الجوار اسعارهم غير اسعارنا، يعني اليوم عندنا 225 سعروا الحنطة، هاي الدرجة الاولى، وقليل قليل جدا الدرجة الاولى تروح، كلها ثانية وثالثة ورابعة، وقد يكون في بعضها رفضت ورجعت على اهلها، فسعر جدا جدا قليل، والله ما يوفي، والله المزارع وضع تعبان تعبان جدا، فنطلب انه يزيدون التسعيرة امر ضروري جدا جدا. لا موسم القمح الحالي يعني ضعيف الانتاج، والخير يعني قل، الاسعار ميته خالص، يعني الدولب سوى شوالتين ايش يكفي شوالتين، خسران الموسم. يعني من ناحيه الاسعار اللي اصدرتها الحكومه المؤقته، هل مناسبه مع التكاليف اللي حطيتوها؟ هل فيها هامش ربح؟ لا والله ربح ما بيها، ربح بالنسبه للربح ما بي، يعني اذا سدت حالها ربي لك الحمد، يعني خسرانه. اليوم طون السماد حقه 450 دولار 400 دولار، اليوم بدك طونين قمح حتى يجيب طون سماد. اول سنه بعناها ب 350 400 دولار، يا اخي اقل شيء حسبونا مثل الشمال، يعني زودونا شويه، يعني زودونا 25 50 دولار. لا هذا الامر مو دقيق بشكل 100%. المزارع دائما ينظر الى رزقه انه درجه عاليه، واستلام القمح بالمركز يتم وفق معايير، وفق اوزان، وفق عمليات دقيقه من اجرام، من عمليات ثقل نوعي. فهذه العمليه اثناء كثير من المزارعين عندنا يعترضون، نجي ندخلهم لما كان العمل، لما يشوف نسبه الاجرام ولما يشوف نسبه الشوائب في عينته لحاله يتراجع عن الامر. فالموضوع المواطن دائما يقول على حاله مظلوم، يعني انه رزقه والله كان درجه اولى ونخاذ بدرجات اخرى، عندنا صار اكثر من ذمه درجه اولى ونزلناها درجه اولى، ما في اي اشكال ابدا. والمواطن له حق الاعتراض متى ما كان، يعني ما في مشكله، في لجنه تسويقيه تطلع تاخذ عينه مره اخرى وتعطيه حقه ان شاء الله.